السلام عليكم، انا الشيف شكر، وهعمل معكم النهارده نوع بوتفور مالح جميل جدا جدا وطعمه جميل زي ما شايفين. شكله فاضي من جوه خالص وهش مقرمش وناعم زي الغريبه بالظبط، وخامته بسيطه وسهله ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 125 جرام زبده ودرجه حراره الغرفه، وعندي معلقه كبيره كريمه جبنه كريم، وعنده ربع كيلو دقيق وبيضه وخمسة جرام ملح وخمسة جرام بيكنج باودر. اول حاجة هنعملها ان احنا هنخلط الزبدة مع الجبنة الكريمي. الجبنة الكريمي دي لو عندك سايبة هتبقى معلقة كبيرة، ما عندكش جبنة سايبة هيبقى ثلاث مثلثات اربع مثلثات او ثلاث مكعبات. المكعب اللي هو زي الجبنة الكيري بيبقى مربعة كده ما تبقاش مثلثة. خلطت الزبدة مع الجبنة كويس، حطيت البيكنج باودر والملح مع بعض على الدقيق، وهحطهم فوق الزبدة والجبنة. موضوع بسيط خالص وسهل خالص، مفيش فيه أي صنعة ولا أي حاجة غير إنك تلتزمي بالخطوات والمقادير. خلاص على كده بنقلب شبكت في بعضها، هبدأ إن أنا أعجنها. وخدي بالك اهيت هتعجن معاك عادي خالص من غير اي مشكله. قلنا الجبنه اربع مثلثات او ثلاث مربعات. المربعات اللي هي قصدي على الجبنه الكيري، المثلثات اللي هي معروفه اللي في السوق دي يعني، او اذا كان عندك سايب بتبقى معلقه كبيره اهو زي ما انتم شايفينها. لما تهيت وبتعجن هتعجن خالص معايا اهيت زي ما انتم شايفين، بعجن فيها بدخل كل الخامات في بعضها. وبعدين بعد كده اهو زي ما انتم شايفين اهوت هدي لها البيضه اللي عندي، هي بيضه واحده اهي، حطينا البيضه عليها ونبدا نعجن. وخدي بالك اول ما هتحط البيضه وتبداي تعجني هتلاقي العجينه فكت منك ولزقت، هيتهالك ان هي عايزه دقيق او عايزه حاجه. هي لا لا، هي مش عايزه اي حاجه، استمر في العجن زي ما انت وهتشوف النتيجه قدامك في الفيديو اهوت. بدات تلزق اهيت زي ما انتم شايفين وطيرت خالص اهيت، بس العجن برضو بعجن فيها على طول لحد ما الدقيق هيقوم شدد عرقه اهي. شفتوا عملت ازاي كده؟ هي تمام. هطلعها بره على الرخامه بتاعتي وهشتغل على طول، لان هي لا هتستريح ولا فيها خميره. رش الدقيق صغيره خالص على الرخامه وهجر عليها بس العجينه كده اهوت، دعكتين كده بس ندخل كل حاجه في بعضها وتبقى كل حاجه مظبوطه، وهي تحطها قدامي وهي كده جاهزه على الشغل. طبعا زي ما قلت مفيش فيها خميره، ده فيها بيكنج باودر، فهشتغل على طول فيها. قطعت حته دعكتها بايدي كده طريتها، وهبدا ان انا اعملها زي الرول عشان اعرف اقطع اهوت. هبدأ أقطع فيها على قد ليمونة كبيرة أهي أهوت مقطع. خلي بالك إن فيها بيكنج باودر يعني هتكبر كمان، حجمها هيتضاعف كمان. بدأنا نقطع فيها أهوت زي ما انتم شايفين بالحجم ده، وهكمل بقية التقطيع ونشوف هنعمل إيه بعد كده. كده خلصنا تقطيع خلاص، هاخد القطع هلفها على إيدي زي الكورة عادي خالص أهوت. زي ما انت شايفين الموضوع بسيط خالص، على ايدك او على الرخامة صابع في نص الكورة هعمل لها فتحة في النص اهي. دخلت صابعي في عملتها زي العجلة اهو، وعلى الصينية بتاعتها او الصاج او الحاجة اللي انت هتخبزي فيها. زي ما انت شايفين الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، مفيش فيه اي صعوبة يعني اهوت، وفي النص بالظبط ما هي وفي الصينية بتاعتي. هنلتزم بس بالمقادير والخطوات وان شاء الله كل حاجة هتبقى مظبوطة معاكم. عجينة جميلة جدا وطرية جدا وسهلة جدا اهو، وهنشوف هنعمل فيها ايه تاني كده. انا خلصت خلاص اهوت الشكل ده، ده ربع كيلو دقيق
عندي صفار بيضة عليها معلقة مية أو معلقة لبن، يتقلبوا في بعض اهوت، وبطرف الفرشة كده هبدأ إن أنا ألمع البسكوت اللي عندي اهو، تلميعة حلوة كده عشان يبقى لونه كويس. لمعنا الوش بتاع البسكوت وهنشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. انا عندي بابريكا حمراء، بابريكا اللي هو الفلفل البارد الحمراء اهو، بحط، انت عايزه تحط بقى كمون، خصا ماشي، سمسم، حبه البركه، شمر، اللي انت عايزاه حطيه براحتك خالص. انا حطيت بابريكا وعلى الفرن على طول على 170 تلت ساعه وهنشوف ايه اللي حصل. استوت من فوق ومن تحت، اهيت جميله جدا وسواها مظبوط وهشه جدا. هنسيبها تبرد ونشوف ايه تاني نعمله. هاي بردت خلاص ورصناها في طبق التقديم اهي زي ما انتم شايفينها، جميله جدا جدا جدا. وزي ما قلت ده ربع كيلو دقيق، يعني كوبايتين الا تلت الكوبايه اهوت. اعمل لنا طبق كويس جدا، طعمه جميل جدا وشكله جميل ومالح مش حلو. دايما مش عارف احنا بنحب الموالح ليه، طعم الموالح في الاكل اهوت، من الانواع الجميله اللي ممكن تتعمل. ادي قدامك اهيت واحده نكسرها ونشوف ايه الدنيا فيها ايه من جوه. اهيت شوفوا فاضيه من جوه هشه ازاي، مفيش فيها اي حاجه جوه، مفيش عجين اصلا، ناعمه زي الغريبه. فعلا لازم تجربوها اهي، مفتحة خالص من جوه وطعمها جميل وشكلها جميل، وتنفع معاك في كل حاجة، مناسبات تنفع معاك، في عيد ميلاد تنفع معاك، عندك خطوبة